بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس، والتي نسأله سبحانه أن يجعلها في موازين حسناته وينفعنا بما قال وسمعنا، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، وردت أسئلة كثيرة، منها ما يتعلق بموضوع السحر وأسئلة أخرى، أستأذنكم في عرض ما يتيسر منها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يفهم من قولكم حفظكم الله أن جميع الشياطين مع سليمان كانوا كافرين؟ نعم، الشياطين كفار ما في شك، ولكن الله سخرهم لسليمان وهم كفار. نعم، ما في شيطان مسلم. نعم.